أحصل في كانوا زواج جابوا لي ملابس وأدوات في لبست أنا وراحوا بي سووا لي الميك أب وأنا حتى صغيرة كنت فرحة بالأشياء هذه بس مش عارفة إني زواج أو إني معنا زواج جالسين يتكلموا ويفتحوا مسجلات إنه لما المغرب كل واحد يرجع على بيته فأنا كنت أقول إيش ترجع البيت قالوا خلاص أنت إذا حين مزوجة ما حد ترجعيش البيت كنت أقول لهم ليش قالوا خلاص أبغى أتزوجش أدري ما أنت ترجعيش ابتدى على جنسين في ليلة الدخلة كان قصب عني لأنه كنت أنا وأمه وأخته ومرة أخو جالسين فمرة أخو خرجت بقيت أمه وأخته فابتدى علي كان يقول ما في الله أنني أن أنت الآن كنتي مرتي خلاص أمه موجودة كانت لما ابتدى عليك جنسين؟ أي لأني أمه كانت ماسكاني مسكاكي؟ آه مسكاني هكذا وأنا طبعا كنت بين صحيح بس ما مش حد من يجي يساعدني أنا فكرت أن أم قالوا لي لم يدخل عليها بشيء إلا بعد مدة طويلة عند البلوغ غيره بعد ما تبلغ بسنة وما فيها الرجال ما يعني ما بزها ولا احترمها زوجناها حكما على الظروف الحالة متعبة لا قدرنا نأكل لا قدرنا نشرب لا قدرنا نكسي لا قدرنا شيء قلنا نزوجها بتعتز لها الله معاها بتخففوا من الجهة كنت يعني في أمل إن أهلي طبعاً إنهم يخلصوني من الزواج فما كان يعني ما فيش أمل فيهم ورغم كان أملي كبير ورحت عند أبي رحت عند خالي رحت عند عمي ولا في حد إنه ساعدني فإنني قرأت قلت قدر ما إني أروح بنفسي قدر ما إني أساعد نفسي أحسن ما يساعدوني راضي عن أبوك بعد اللي سواه فيك أنا صراحة إذا قلت إنني راضي عنه بكون بكذب بس ما أنش راضي عنه ما أنش راضي عنه لسه مجروحة من الداخل سنتي مجروحة وكل ما بنشوفه بتألم زين تفكرين تتزوجين لا لا أنا ما طول حياتي من ما حصلت على طريق نهائيا إني أتزوج لا أفكر في أي شيء إلا فكرة الزواج هذه شايلة عن رأسي عن أفكاري شو أمني في بالحياة حالياً ما فيش أمنية بس حالياً حمناني أكمل دراستي تعليمي أولاً أدرس إعدادي والثانوي وإن شاء الله خلص الجامعة بعد هذا أفكر إنه لأنه حالياً أنا يعني في أنا وعدة أشخاص إنه نحن نفتح منظمة نحن نكافح عن أو نحن نرادع ظاهرة الزواج المبكر أو الزواج القاصرات